بدأنا في المحاضرة الماضية نتكلم عن طريقة جديدة في الكنترول اللي هي الفريكونسي دومين ميثود، وقلنا انه تتذكروا انه اكشلي موديل كنترول ما بدأش في الكنترول، انه الموديل كنترول ما بدأ في الكنترول، الموديل كنترول اكشلي بدأ في الكوميونيكيشن في الاي تي ان تي لابس بود هندريك بود اي بليف، وهو طور اول خلينا نحكي الفريكونسي دومين ميثود اللي كانت فعلا طريقه لا تزال لحد الان قويه جدا. قلنا انه الطريقه بتعتمد في بنائها على انه اذا كان عندك اي نظام وكان هذا النظام ماشي السيستم از لينير اند ستيبل، فاذا دخلت عليه كانت الإشارة أو الانبوت تاع النظام هذا كان sinusoidal signal A cosine omega t، فالـ steady state response وليس هذه مهمة، الترانزيت ريسبونس ما راح يكون sinusoid، الـ steady state response بتاعه راح يكون أيضا له نفس الشكل اللي هو الكوساين وله نفس الدبدبة اللي هي الأوميجا، أما الأوتبوت تبعه راح يكون في فيز وفي عندك ماجنتيود، وهم هذول حيكونوا أز فانكشن أوف أوميجا. أي بمعنى آخر يا شباب، المعلومات ممكن تطلع على الإنبوت هذا كنوع من الأوبريتيف الإيجنت اللي انت دخلته على المساحة المغلقة هذه عشان يشوف ايش في جوا ويطلع لك اياه، حتى انك تعرف ايش اللي قاعد يصير جوا. وهذه هي اصلا هي الفكرة بتاعت ايش؟ نظام التصرف او نموذج التصرف اسف. فواضح انه المعلومات موجودة بالاشياء اللي ما كانتش موجودة هنا، الا وهي الماجنتيود وهي الفيز. وقلنا يا شباب انه الماجنتيود والفيز لهم اسم هنا، وهذول بسموهم الفريكونسي ريسبونس، البي اوميجا والثيتا اوميجا عندك، ذوز ار كولد فريكونسي ريسبونس بتاع السيستم. الان قلنا ان الفريكونسي ريسبونس ممكن نعمل له برزنتيشن بطرق كثيره جدا، واحده من الطرق انك تعمل تيبل يا اخي اذا متذكرين، او بعرفش اذا درس اذا كانت هذه واحده من التجارب في السيركت في اللاب بتاع السيركت، ممكن تحط الفريكونسي ريسبونس بتيبل، ممكن تعملهم بطرق اخرى. قلنا في طريقتين بهمونا اللي هم البولر بلوت واللي هم البود بلوت. بدانا نتكلم في المحاضره الماضيه عن الرسم التقريبي بتاع البولر بلوت، قلنا انه البولر بلوت انك يو ريبريزنت الانفورميشن اللي على النظام هذا باستخدام البولر بلوت، مفيد جدا كما سنرى في عمليه تحليل الاستقرار تاع النظام. On the other hand, the board plot, which is really the more practical representation of frequency domain data, حيكون مفيد بقراءة خصائص النظام، بالبرفورمانس بتاع النظام، وبالديزاين لا كنترولر. ان شاء الله حنقدر نوصل للشقه بتاع الكنترول والديزاين لا كنترولر للنظام. عملت مثال لفيرست اوردر سيستم، فقلنا في البولر بلوت الرسم التقريبي ما هوش مهم، اكشلي صعب انك ترسم رسمه تقريبيه باستخدام البولر بلوت، يجب انك تستخدم النايكوست كمان اللي موجوده بالماتلاب او في اجهزه متخصصه بتطلع لك الفريكونسي ريسبونس وبترسم لك اياه. فيو نيد الاكيوريت بلوت في حاله النايكوست. اون ذا اذر هاند في البورد كما سنرى ان شاء الله في المحاضره هذه الايه معكوسه شوي، يو ريلي حتى لو انك انت كان عندك الاكيوريت بلوت في البورد بترميها وبتستخدم بدالها ال شو اسمه هذا الابوكسيمت. خليني اعمل على البولر بلوت
كل الأوقات يا شباب شكلها غريب شوية. كانت نون انتويتيف، وإذا رحت على الكتاب أعتقد ستجد إنه تقريبا في الثلث الأخير من الكتاب في تيبل لا ترانسفير فانكشن والبولر بلوت بتاعتهم، وسترى إنها ماهيش صعب إنه الواحد خلينا نحكي يقدر يتصورها، يجب إنك ترسمها رسم دقيق. بس خلينا نرسم بولر بلوت لترانسفير فانكشن اللي هو هذا الأخ أوميجا إن سكويرد إس تربيع بلس 2 زيتا أوميجا إن إس بلس أوميجا إن سكويرد. هذا له أهميته، هذا هو السكند أوردر بروتوتايب، وكما وجدنا أن السكند أوردر بروتوتايب له استخدامات كثيرة. طيب قلنا أول شيء بتعمله هنا أنك تطلع الفريكونسي ريسبونس، والفريكونسي ريسبونس هو فقط الايماجينري اكسيس اللي موجود في الاس بلين. اي بمعنى اخر الفريكونسي ريسبونس حيكون اتش اوف اس لما الاس تساوي جي اوميجا. اذا بنعوض هذا هنا، هذا حيطلع عندي اوميجا ان سكويرد على ماينس اوميجا سكويرد بلس جي 2 زيتا اوميجا ان اوميجا بلس أوميجا إن سكوير. الآن إيش بيعملوا الجماعة؟ بيعملوا نورماليزيشن للفريكونسي. فعندهم شغلة بسموها نورماليز فريكونسي، ليتس كول إت أوميجا 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 برايم. والأوميجا برايم يا شباب هي عبارة عن الأوميجا مقسومة على الأوميجا إن. So now when you normalize by أوميجا إن، الإتش أوميجا عندك راح يصير واحد على واحد ماينس أوميجا أوفر أوميجا إن تربيع بلس جي 2 زيتا أوميجا أوفر أوميجا إن. أو إذا تبغى تستخدم ال أو إنه ممكن تكتبها هذه على إنها واحد على واحد ماينس أوميجا برايم تربيع بلس جي 2 زيتا أوميجا أوميجا برايم something like this. أوكي شباب، إذا أنا هذا عايز أرسمه in reality you really don't have many what you call distinctive feature. أول واحدة إذا عايزين نطلع قيمة الفريكونسي ريسبونس عند الزيرو، واضح يا شباب انه الفريكونسي ريسبونس عند الزيرو حيكون ايش؟ حيكون واحد. انه نطلع الفريكونسي ريسبونس عند الانفينيتي راح يكون الفريكونسي ريسبونس عند الانفينيتي زيرو بلس جي زيرو. I could probably put this one plus J zero. Intersection of real قلنا intersection بتاع real axis يا شباب بيجي ايش؟ بنطلع على الكومبلكس بارت وبنساويه بالصفر، بنطلع قيمة الاوميجا اللي بتخلي اسف الايماجينري بارت صفر وبنحسب قيمة الريل. فهنا قيمة الاوميجا اللي بتخلي imaginary part equal to zero هي أوميجا equal to zero. بتلاحظوا إنه الأوميجا equal to zero هي نقطة طرفية، لأنه قلنا إيش؟ إنه the frequency response بتاع النظام هذا ماشي we sweep from zero to infinity. فالصفر والما لا نهاية هم نقاط طرف. فإذا طلع هذا الكلام كده معناته no intersection. فلا يوجد تقاطع مع الريال بارت. On the other hand now, the intersection with the J omega axis اللي بنعمله هنا يا شباب انه بنطلع انه الاوميجا اللي عندها الايماجينري بارت يساوي زيرو كويس
اذا تبغى تطلع اسف سوري اللي عندها الريال بارت اللي عندها الريال بارت يساوي صفر. فالريال بارت عندنا هنا ايش هو؟ هذا الريال بارت اللي هو واحد ماينس اوميجا اوفر اوميجا ام تربيع كويس يساوي زيرو. هذا متى راح يساوي صفر؟ هذا راح يساوي صفر لما اوميجا تساوي اوميجا. مما يعني هنا انه there or to say h of omega intersects in j omega x. فهي حيحصل عندنا intersection مع ال j omega x لما الاوميجا تساوي ايش؟ الاوميجا ام. اذا هذا عايزين نرسمه حيطلع يا شباب الشكل التالي. This is real, this is imaginary. عند الاوميجا زيرو هذا الوضع هنا حيكون. راح تلاحظ يا اخي راح تلاحظ انه لما اوميجا تكون عندك هنا اكبر من صفر اعوض هذه. هذا راح يكون موجب هذا راح يكون موجب كويس. ف الايماجينري بارت راح يكون سالب راح يمشي something like this. الان حيحصل الانترسكشن هنا هذا for omega less than omega. Now الانترسكشن هذا النقطة الانترسكشن راح تكون at omega equals omega n. Let me make sure ان الرسمة مضبوطة. اعتقد انها مضبوطة. معكوسة يا شباب بالعكس. هذا حيجي كذا. فهنا اوميجا less than اوميجا ان عند النقطة هذه اللي هنا اوميجا equal اوميجا ان كويس. بعدين هذا حيلف وحيروح هنا هذه النقطة اوميجا تكون إلى المانع من هذا وهذه اللي هنا اوميجا is greater than اوميجا. هذا هو يا شباب الشكل العام تاع الريبرزنتيشن تاع ايش؟ تاع للاسف البولر بلوت تاعت الاخ هذا اللي هو النورمالايز سكند اوردر سيستم. ليش هذه مهمه برايكم؟ هل احد ممكن يعطيني اقتراح؟ بالرغم من انه شكلها معفوس الى اخره الى اخره، ليش مهمه؟ كيف ليش مهمه دكتور؟ يعني هذه تعطينا البيهيفير اكيد مهمه ماني فاهم ايش؟ تعطيك ايش يا اخي؟ تعطيني سلوك النظام. ماشي 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 تعطيك سلوك النظام، احنا هذا اللي قاعدين نركض وراه. انه بس ليش هذه الرسمه اللي شكلها كذا اعوج كويس؟ تحمل معلومات قيمه. ان السيستم رايح من عدم الاستقرار الى الاستقرار. لا 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 اسهل من كذا. التجربه رقم ثلاثه اسف التجربه رقم اربعه يا شباب في المختبر كانت عن ايش؟ كانت modification of the transfer function. صحيح؟ بتلاحظوا انه في عندك شيئين، واحده هي اي نعم اسمها state space لكن انت راح تعمل واحد كويس الستيب ريسبونس بتاع النظام، ومن الستيب ريسبونس بتطلع ايش؟ الترانسفير فانكشن ايه هو. وبعدين ماشي بتطلع كده انت الترانسفير فانكشن باستخدام الطريقه الكلاسيكيه اللي هو الفيرست اوردر ترانسفير فانكشن، وبعدين ايضا بتطلع ايش؟ الستيت سبيس موديل.
عملية الايدنتيفيكيشن يا شباب لا السكند اوردر ترانسفير فانكشن تتطلب منك انك تعرف ايش انا متى بعرف بالضبط ايش هذا الترانسفير فانكشن الاوميجا ايوه الاوميجا بس اللي يجب اني اعرفهم هنا حتى اني اقدر احدد اللي ايش هو الترانسفير فانكشن هذا الاوميجا ان والدامج فاكتور ايجا ان والزيتا إذا أنا عرفت الأوميجا أن والزيتا فأستطيع إني أحدد تحديد دقيق إيش هو ترانسفير فانكشن ممكن أسأل إذا أنت في المختبر بتلاحظوا إنه الكيت فيها إيش فيها فريكونسي سويبر تقدر تغير إيش الدبدبة أنت بتاعت الخرسان ماشي شلون أنا بقدر أحدد كم هي الأوميجا أن بتاعت الماشين اللي في المختبر من المنظر اللي انتم شايفينه هنا ايوه يا شباب والله ما هي صعبه لما يكون السيستم في اوسيليشن بس نعم لما يكون السيستم اوسيليتنج بس يعني ما في دامبنج يعني يا اخي احنا قاعدين نعمل اوسيليشن واحنا قلنا انه في الفريكونسي ريسبونس هذا كوساين وهذا كوساين ونبداوا في الفريكونسي دومين ميثود السيجما ماشي السيجما هذه معناها يا اخي انه السيجما اللي هي الدامبنج يساوي صفر ليش دكتور السؤال ايش مره ثانيه؟ شلون من الكيرف هذا اللي امامكم انا قادر احدد ايش هي اوميجا ان ايوه يا شباب هو تتغير الفريكونسي يعني هي فريكونسي يا شباب اطلعوا لما الاوميجا تساوي الاوميجا ان لما الذبذبه اللي انت بتعدل عليها الانبوت ساوت الاوميجا ان بتاعت النظام ايش طبيعه الريسبونس حتكون ساينوسويدال حيكون ساينوسويدال سواء كان هنا او هنا بس بيور قصدي يعني نو دامبنج بيصير يعني اندامب لا يا شباب كله اندامب كله سينوزويدال بس راح تلاحظ يا اخي انه الايماجينري بارت هو الموجود هذه النقطه اللي عندها الاوميجا تساوي الاوميجا ان وانه ايش وانه الريال بارت يساوي زيرو تاع الكوساين ايش معنى الكلام هذا يا شباب؟ معنى الكلام هذا اذا انت الانبوت بتاعك كان ساينوزويد كوساين الاوتبوت ايضا راح يكون ايش؟ كوساين بس له فيزات مختلفة انت بتعرف ان الذبذبة اللي انت عدلت عليها الكت هي الاوميجا ان بتاعت النظام لما هذا يكون هنا only J ايش معنى الـ J يا شباب والمفروض انتم تكونوا عارفينها من الكومبلكس نمبرز ومن الفيزر ريبريزنتيشن معناته انه الاوتبوت بتاع النظام الفيز 90 الفرق 90 الزاويه 90 يعني هذا يا شباب كويس هذا معناته هذا معناته الان انت عندك ساين معناته لما الماكسيمم المينيمم الماكسيمم بتاع الانبوت يتواءم مع المينيمم بتاع الاوتبوت يو ايميديتلي نو انه انت حسبت ايش؟ انت حسبت الاوميجا ان بتاعت النظام ماشي؟ فهذا الكيرف ماشي بيعطيك طريقه انك انت ايش؟ انك انت تحدد انك انت تحدد الترانسفير فانكشن ممكن اسال يا شباب الزيتا كيف بقدر احددها؟ لاحظوا انه انا ابغى اوميجا ان وزيتا فالاوميجا ان قادر انا اعرفها بانه والله الريسبونس هذا ساينوزويد صار ساين تحول لساين بلاحظ انه الاوتبوت صار عندي ساين كويس انا بعرف انه الان الاوميجا هي الاوميجا ان الزيتا الدامبنج ريشيو شلون انا بحددها بتاعت النظام في معادله انا نسيها بس في ريليشن الان الماجنتيود هنا كم يساوي عند نقطة التقاطع هذه
قلنا ايش؟ قلنا انه تخاطى مع الجي اوميجا اكسيس الريال بارت يساوي زيرو. اذا كان الريال بارت يساوي زيرو، هذا يساوي زيرو ماشي، والاوميجا يساوي الاوميجا ان، فالماجنتيود هذا بين النقطه هذه والنقطه هذه ايش راح يساوي؟ راح يساوي 1 اوفر 2 زيتا. اي بمعنى اخر انا قادر اني احدد الدامبنج ريشيو تاع النظام من الماجنتيود تاع الساينوزويد، والماجنتيود بتاع الساينوزويد هذا راح يساوي 1 اوفر 2 زيتا. فكما ترى التجربه البسيطه هذه على الفريكونسي دومين ميثود اللي كان المفروض تكون في الـ 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 اللاب بتاع شو اسمه بتاع الكنترول، تستطيع انك من خلال 5 دقائق اذا فهمت هذا ايش هو، تستطيع immediately تحدد وبدقه ايش هو الترانسفير فانكشن تاع النظام. فكما ترى السبب اني ضيعت عليها هذه 20 دقيقه انه هذه مهمه اكسبيرمنتالي ماشي، انك بامكانك انك تعمل موديلنج للنظام فقط من خلال الكيرف هذا اللي انت قادر ترسمه، وبكل بساطه تحسب الاوميجا ان وتحسب الزيتا من نقطه التقاطع هذه. اوكي مثل ما قلت يا شباب انه بشكل عام بشكل عام حساب او رسم التقريبي للبولر بلوت ليس بالامر السهل. يعني خذ الشكل التالي، this is real this is imaginary كويس. هذا الشكل بيعطيك البولر بلوت تاعت 1 over s plus a. اذا طلع عندك شكل مثل كده ماشي، اعرف انه الترانسفير فانكشن هذا هو شكله first order. إذا هذا الشكل قاطع الـ imaginary axis اعرف إنه الـ transfer function بتاعك حيكون أوميجا n على s plus 2 زيتا، أوميجا n s plus أوميجا n square. إذا يا شباب s square طبعا نسيته دكتور تحت كما ترى الطباشيرة خلصت عندي، فأبغى أحط طباشيرة ثانية. وهذا الـ سكويرد عشان ما تزعلش. إذا يا شباب طلع عندك الريسبونس اللوح كذا بـ 90 درجة، اعرف إنه الترانسفير فانكشن اللي ولده حيكون اوميجا ان اوفر اس اس سكويرد بلس 2 زيتا، اوميجا ان اس بلس اوميجا ان. فكما ترون هذه دلاله انه اذا لف من الكوادرنت الرابع وراح على الكوادرنت الثالث انه في عندك اس. لو كمان لف بدل ما يلف 90 درجه لف 180 درجه صار شكله something like this. تعرف يا اخي انه عندك اس تربيع هنا، فهذا حيكون يا شباب شكل اوميجا ان تربيع اسف هذه على اس تربيع في اس تربيع بلس 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان. هذه مجرد علامات فارقه يا شباب، لكن اجين الشكل الدقيق هذا ما راح اعطيك اياه الا الماتلاب، أو إنك والله تعمل التجربة وتقيد الأرقام بدقة عندك. طب سؤال دكتور. تفضل. الحين طيب لو مشى من البداية وكمل نضرب ولا نجمع الشيئين؟ في البورد بلوت في الناكوست صعب تعرف. On the other hand الشيء اللي راح نبدأ فيه الآن اللي هو البورد بلوت العملية حتكون بسيطة جدا. ماشي واضحة. علشان كذا الجماعة بفضلوا أو بالصناعة بفضلوا برغم أن الناكوس مهم جدا، آسف برغم أن الكرة أطلق مهمة جدا، وكما ترون من هذا المثال أن دلالاتها كبيرة جدا إذا فهمتها ماشي.
بس بفضلوا الجماعة إنهم إنك أنت تتعامل مع البوت. فخلينا نبدأ الآن في الـ representation تاع الـ frequency response الـ B والـ B omega والـ theta omega بس باستخدام مين؟ بس باستخدام الـ شو اسمه هذا؟ باستخدام الـ باستخدام الـ شو اسمه؟ الـ بوت بوت. يا شباب إذا بتلاحظوا في الهندسة بشكل عام وبهندسة الكهرباء بشكل خاص دائما أنت بتحاول أنك تفكك أي شيء سواء كان إشارة سواء كان دائرة كهربائية سواء كان نظام بتحاول تفككه لمكوناته أصلية للمكاسف لمكوناته البدائية. فكلكم بتعرفوا أنه من الفورير سيريز إنه إيش؟ إنك أنت إذا عندك إشارة معينة تستطيع إنك تعملها إيش؟ representation كمجموع كوساين سيجنال. عشان كده الكوساين يا شباب اللي استخدمها البود اللي استخدمها هندريك بود في تطوير نظرية التحكم بتاعته مش عشوائية. الكوساين سيجنال لها خصائص ضخمة جدا وهي واحدة من أهم الإشارات اللي ممكن أنت تبعثها داخل النظام تروح جوا تجيب لك معلومات ويقول لك تفضل هذا اللي قاعد يصير جوا. ممكن انك انت تفكك ترانسفير فانكشن لايش؟ للمودز اللي هم الفيرست اوردر كومبوننتس بتاعته وهلو جرى. عمليه التفكيك هذه ليش انت بتعملها؟ حتى انك تقدر تفهم التركيبه. وبتلاحظوا يا شباب انه المعلومات في اي شيء سواء كان في جروب من البني ادمين ولا سواء كان في شبكه اتصالات جايه من ايش؟ جايه من انه كيف كل كومبوننت تتفاعل مع الاخرى اللي هي بسموها في علم الانظمه بسموها الستراكشر. الستراكشر او sometimes they call it the graph ماشي او النتورك ماشي اللي المصطلح الدارج استخدامه. النتورك ما هي اللي عباره عن ستراكشر يا شباب؟ هو اللي بيحوي على المعلومات وقراءتك للنون فيزيكال ثينج الشيء اللامادي هذا اللي اسمه ستراكشر هو اللي بيطلع لك المعلومات عن النظام. الان قالوا جماعه اوكي هاي يا شباب اللي الآن يا شباب الستركشر الترانسفر فانكشنز HMS كويس قلنا انه ايش لهم؟ لهم بالشكل العام تبعهم اللي هو BM S بالقوة M plus BM minus 1 S بالقوة M minus 1 plus 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 B1 S plus B0 على AM S بالقوة N plus AM minus 1 S بالقوة N minus 1 plus plus A1 بالقوة S plus A0. فكما ترون هذول ممكن يكون لهم 1000 مليون شكل. هذا الكلام ما ينفع ما ينفع عند جماعة اللي عند السيد هود. فقال اوكي خلينا نوحد الشكل بتاع هذا باستخدام انتوا بتعرفوا البارشل فراكشن ثيوري اللي هي بتقسم لك ايش؟ بتقسم لك الترانسفير فانكشن البارشل فراكشن ثيوري تعمل ريبريزنتيشن للترانسفير فانكشن هذا باستخدام هذا الكلام اس بلس اي اي. في شيء شبيه يا شباب بالترانس بالبارشل فراكشن ثيورم لكن اللهم انك بدل ما انك تعمل كويس مجاميع تستخدم المضاريف. هذا تستطيع انك تعمل له ريبريزنتيشن يا شباب از باي. وبالمناسبه اذا ما اعرفش اذا انتم وير انتروديوس لا الرمز الباي او خليني اكتبه بالطريقه هذه اللي هو S plus Z1 مضروب S plus Z2 plus مضروب up to مضروب up to S plus Zm على S plus P1 Q
S plus P2 مضروب S to S plus Pn. أو إنه بدل ممكن تكتبها هذه بطريقة مختزلة شوية كمضاريب from J equal 1 to M S plus ZJ على المضاريب of I equal 1 to N S plus Pi. أوكي الآن إيش اللي عنده الرجال هذا؟ اللي عنده يا شباب هذه وهذه مش لهم نفس الشكل؟ متشابهين جدا ها؟ اللي ولدوا إنه أوكي خلينا الآن نعمل ريبريزنتيشن لوحدة من هذول كويس؟ والريبريزنتيشن هذا يا شباب بما إنه في تناظر أو تشابه بين هذولا نستطيع إن إيش؟ إن نعلمه لأي ترانسفير فانكشن إيش مكان يكون. خليني أبدأ في الكلام هذا بعد ما أخذ الحضور. أم ريستارت الأخ المحترم. أوكي. عامر السفياني موجود؟ عامر يا سفياني. السفياني عامر. يا عامر ان عامر ليس موجودا بالرغم من انه هي ادرج يا شيخ يا دكتور يا شيخ طيب يا اخي اهلا وسهلا بك ابراهيم العطوي موجود يا عطوي يا ابراهيم يا ابراهيم يا عطوي ما جاوبش فهو ليس موجودا علي الجزاني موجود دكتور نواف البقمي موجود محمد الملحم الملحم محمد موجود يا دكتور اوكي حسين باشا باشا يا حسين موجود اهلا وسهلا عبد العزيز الدالي موجود يا دكتور عبد الله فرح يس موجود عمر خليفة عمر خليفة صغير اوكي لازم نستقبل الرجال ونستقبل الشباب بكل سرعة اوكي شباب معظمكم رجع فخلينا نكمل طيب فالرجال هذا قال اوكي يظهر ان التركيز تبعنا يجب ان يكون على ال هذا الكلام لان ليش هذا الكلام مهم اي ترانسفير فانكشن يا شباب فريكونسي ريسبونس قلنا انه هو الماجنيتيود بتاع استجابه النظام في الفيس بتاع استجابه النظام لنفترض الان لنفترض إنه S plus ZI أنا أستطيع أمثل الـ frequency response تبعها كـ B I of omega phase theta Z of I of omega ولنفترض إنه S plus PI أو S هذه PJ هذه PI أستطيع تمثيل الـ frequency response تبعها as A, let me put J here, as AI from omega, T phase theta P I of omega. قال الرجال بطلق لي شباب انه جماعة الهندسة they love الجمع والطرف والضرب والقسمة. They really, really try to avoid as much as possible العمليات مثل convolution ماشي عشان كده راحوا الجماعة للابلاس دومين والله أعلم They try to avoid convolution They try to avoid رفع القوة power They try to avoid a lot of things فالآن بتلاحظوا يا شباب إنه إذا كان عندي transfer function هذا مكون بالطريقة هذه مما يعني
انه انا قادر اني اكتب الاتش اوف اوميجا ك ملتيبليكيشن اوفر جي بي جي اوف اوميجا فيز ثيتا زد اوف جي اوف اوميجا ديفايدد باي الملتيبليكيشن اوفر اي كويس اوف اي ار اوف اوميجا ديفايدد باي ثيتا بي ار اوف اوميجا. طيب هذا يا شباب مش يساوي الماجنتيود الفيز بتاع هذا اللي هو الثيتا اوف اوميجا، مش هذا يا شباب يساوي سميشن اوفر جي اوف ثيتا زد جي اوف اوميجا ماينس سميشن اوفر اي ثيتا بي اي اوف اوميجا. فكما ترون حساب الفيز تاع الاقتران الكلي يس ممكن عمله بواسطه الجمع والطرح لمين؟ للفيزز تاعت الايش؟ الكومبوننتس. فلكن بتلاحظوا انه الماجنتيود نصه مختلفه. الماجنتيود في عندك ضرب وقسمه، ف الـ A of Omega واضح إنها عبارة عن ضرب تاع BJ of Omega مقسوم على المضاريب بتاعة AI of Omega. الآن قالوا الرجال خلينا نتخلص من هذا من الضرب قدر الإمكان، فقال إيش؟ قال بدل ما إن نأخذ في عملية الريبريزنتيشن نأخذ الأبسولوت ماجنتيود، قال لا خلينا ناخذ ماشي اللوج تاع الماجنتيود 20 لوج A of Omega. It turned out that taking the log is really really very very what do you call it clever move. لما تعمل representation للماجنتيود information باستخدام اللوج الملتيبليكيشن والديفيجن بتحولوا لايش يا شباب؟ مش بتحولوا لجمع وطرح؟ جمع وطرح. بمعنى اخر هذا اللي هنا راح يساوي جمع اوفر جي لوج بي جي اوميجا ناقص الجمع اوفر اي لوج log A I of Omega. فالآن إيش اللي عمله الأخ المحترم؟ قال إنه magnitude information will be represented using logs. واختار العشرين log ماشي بحال هنا. وقال إنه phase information already بطبيعتها ماشي تستطيع إنك تعملها representation كمجموع individual phases تاعت الكومبوننتس هذه، فقال خليها مثل ايش؟ مثل ما هي. طيب فاذا يا شباب البود ريبريزنتيشن الماجنتيود حيكون 20 لوج اي والفيز راح يكون ما هو الا عباره عن ايش؟ عباره عن الفيز. طيب اكشلي في سبب اعمق شويه ليش الرجال اختار الكلام هذا. هندريك بود is actually one of the biggest control theorists في القرن العشرين، يعني في أكبر society للكنترول، الأكبر شرف إذا ممكن تعتبره شرف لا واحد شغال في الأريا إنه يعطي الشغلة بسموها البود ليكتشر أو الليكتشر بتاع البود، يعني مثل ما كأنك تعطي رسالة دكتوراه للرجال إنه يوقف قدام الناس تحت اسم الرجال هذا. ويا سيدي ما كبير الا الله. اوكي خلينا اذا يا شباب مع الكلام هذا خلينا الان نبدا برسم الكومبوننت هذا الماجنتيود والفيز تاع الكومبوننت اس بلس زي. نفترض انه عندنا الان السمبل ثينج هير. يا شباب
الشيء الغريب اللي وجده الرجال هذا انه معظم الانظمه العمليه تستطيع انك تستخلص معلومات عن الترانسفير فانكشن معلومات كامله بفقط انك ترسم الماجنتي. You actually don't need the phase information. هذه الأنظمة العملية بسموها، رح نيجي نتكلم عنها، بسموها المينيمم فيز ترانسفير فانكشن. المينيمم فيز ترانسفير فانكشن ماشي، إذا كان عندك الترانسفير فانكشن مينيمم فيز، ومعظم الترانسفير فانكشن هما حيكونوا مينيمم فيز ماشي، أنت فقط بحاجة إنك ترسم الماجنتيود. Actually الرسمة التقريبية بتاعت الفيز ممكن تستنتجها من رسمة الماجنتيود. بحكي الكلام هذا لأنه راح أركز الآن في الرسم على رسم الماجنتيود فقط، كويس؟ والسبب في هذا إنه ممكن نستنتج رسمة الفيز من رسمة الماجنتيود. دكتور عندي سؤال. طيب تفضل على السريع. قول دكتور، دحين احنا ليش نستخدم البوت بلوت ما دام في اول رسمنا البولات ونقدر نستنتج الترانسفير فانكشن ونجيب معلومات؟ لانه يا سيد يا حسين يا باشا، صرت حاكي محاضره ونص، المحاضره الماضيه والمحاضره هاي ليش احنا نتكلم عن الكولر؟ لانه مثل ما بقولوا لكل مقام كلام ماشي، وفي طريقه تحكي معها مع كل واحد. الكلام هو البرزنتيشن بتاع المعلومات، والريبريزنتيشن متوائم مع التطبيق. فتطبيقات البولر بلوت مينلي في الاستقراء، تطبيقات البولر بلوت في التصميم بتاع اجهزه التحكم وفي استنتاج الخصائص. فعلى هذا الاساس ليش اخذنا اثنين هذول. اذا بتروح بتدور في الكتب القديمه بتاعت وحتى بعض الكتب الحديثه بتاعت الفريكونسي دومين كنترول، ستجد انه في عندهم عده اشكال، مش واحد بس، 6 7 8 اي دونت نو هاو ماني، بس الاثنين اللي يظهر انهم مهمين اكثر شيء بولر وبولت. اوكي شباب، نيجي هنا. هذا الفريكونسي ريسبونس تبعه راح يكون زد بلس جي اوميجا، كويس؟ اضرب يا اخي بالمرافق واقسم على ما ادري ايش، كويس؟ راح يطلع عندك او دونت نيد انك تضرب بالمرافق. خذ الماجنتيود بتاعها ال A of A of Omega لهذا حيكون square root of Z squared plus Omega squared. إذا أنت عايز ترسم هذا يا أخي، ستجد إنه الرسمة بتاعته حتكون الشكل العام تبعها شيء مثل كذا. إذا كان هذا الأوميجا هنا وكانت هذه 20 log A أوميجا، كويس؟ الشكل العام بتاع هذا راح يكون something like this. في شغلة يا شباب مهمة، في شغلة مهمة بالأوميجا أكسيس، ألا وهي إنه الأوميجا must be log كير. بالتأكيد كلكم من المختبر تعرفوا انه في لينير سكيل وفي شغله بسموها لوج سكيل. ليش بيستخدموا اللوج سكيل يا شباب؟ لانه بالتأكيد بتعرفوا انه ممكن يكون عندك الاوميجا 1 هرتز والاوميجا ممكن تكون 1 ميجا هرتز. اذا تبغى تستخدم اللينير سكيل ماشي، راح يصير عندك مشكله. المشكله هي انك لازمك ورقه طولها 10 متر حتى انك ترسم ايش الفريكونسي ريسبونس. فحل المشكله بانهم ايش استخدموا لوج سكيل. الاوميجا هذه از ريبريزنتد از لوج سكيل، اي بمعنى اخر هذا مقطع 10 ارقام، هذه 1، هذا مقطع هنا 10 ارقام، هذه 10، هذه مقطعه هنا والديكور 10 10 10، شو اسمه، هذه حتكون 100 1000 اند سو اون. كويس، بتضلك تضربه ب 10 في اللوج سكيل. اوكي، بس nevertheless in scale log، لكن هذه حتكون قيمة الأوميجا and you need to know how to read it. أوكي شباب، العلامات الفارقة بتاعت الأخ هذا، العلامات الفارقة بتاعت الأخ هذا، حتلاحظ يا أخي إنه
الاوميجا much less than 1 وعند الاوميجا هنا much bigger than 1 هنا يا شباب لما الاوميجا تكون اقل بكثير من 1 مين بيكون الطاغي عندك مش الزيد فاذا اذا لما الاوميجا تكون اقل من 1 بيكون 20 log a اوميجا كويس يساوي ايش 20 log z اي بمعنى اخر قالوا اوكي لا الاوميجا اللي لا الفريكونسيز الواقع يعني 20 log a اوميجا لا الاوميجا ودي كره الواقعين خلينا نعمل ريبريزنتيشن لها بدلاله خط مستقيم الخط المستقيم هذا راح يكون قيمته 20 log z الان خلينا نطلع على الاوميجا much bigger than 1 يا شباب لما الاوميجا تكون much bigger than 1 واضح انه ايش الاوميجا حتطغى على الزيد فتستطيع انك تكتب الـ A اوميجا ماشي تقريبا تساوي اوميجا اي بمعنى اخر 20 log اوميجا الـ A اسفل 20 log A اوميجا هتساوي 20 log اوميجا ايش معنى الكلام هذا يا شباب؟ اتذكروا انه هذه is log scale معناته يا شباب انه الريسبونس فور هاي فريكونسي اللي هو 20 لوج اوميجا راح يكون ايش؟ راح يكون وهي اصلا لوج سكيل راح يكون خط مستقيم شكله كده. الان الخط المستقيم يا شباب بتلاحظوا انه يجب ان نعرفه باستخدام زاويه واستخدام نقطه. الزاويه هذه يا شباب لها اسم والنقطة هذه أيضا لها اسم شباب كل شيء في الدنيا عند دقيقة بادي إن شاء الله أقدر أنهي الكلام هذا فيها إذا ما قدرت أنهي أكمل في المحاضرة وأكمل بسرعة كل شيء في الدنيا له مقياس كويس بتقيس المسافة بالمتر أو بالإنش بتقيس الوزن بالكيلوغرام أو بالباوند بتقيس الحرارة بالسنتيغريد إلى الفهرنهايت يا شباب قد يكون أغلى كمية موجودة في العالم لا هي الذهب ولا الألماس ولا البترول صدق أو تصدق أغلى كمية موجودة في العالم هي الباند ويد بتذكر أيام زمان كويس باعوا 100 ميجا باند ويد ايام كنت في كندا باعوا 100 ميجا باند ويت اعتقد في السوق المالي باعوهم ب 40 مليار دولار هذا الكلام كان في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات يعني كل 1 هرتز حقه كان 100,000 دولار كل هرتز اشتروا فواضح انه الباند ويت يا شباب اللي هو الاوميجا يجب انك ايش؟ تعملها مقياس احد يعرف ايش مقياس الاوميجا راديان بير سكند لا اذا انا عاي عندي مسافه عن اوميجا ابغى اقيسها اوكي شباب فكروا فيها وان شاء الله نتكلم عنها في المحاضره القادمه ف اللي يبغى يخلص المحاضره هي اللي يبغى يتوكل اللي عنده اسئله يتفضل فيها